صباح النور نسرين، وصباح الخير إلى كل متابعي برنامج دنيا الصحافة. نعم نسرين، نحن الآن في مديرية دائرة الأحوال المدنية في منطقة طارق طبربور. تحديدا اليوم هو آخر يوم في عمليات التسجيل للحصول على البطاقة الانتخابية. طبعا كما هو معلوم تجاوز العدد المليون مشترك ومسجل في الانتخابات النيابية. معنا الآن مساعد مدير دائرة الأحوال المدنية السيد راشد الشوحة. صباح الخير أستاذ راشد. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحب بكم في هذا الصباح الجميل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات. هلا بك أستاذ راشد. أستاذ راشد، نبدأ من حيث وصل العدد في المسجلين للبطاقة الانتخابية، للحصول على البطاقة الانتخابية لغاية يوم أمس. يا أخي العزيز، بلغ العدد عندنا 1,228,000 لغاية يوم أمس. وفي هذا اليوم كما يرى الجميع أن الصالة بدأت تزدحم بالمواطنين من أجل التقديم للتسجيل في سجل الناخبين والحصول على البطاقة الانتخابية. هم من 2,000,000 ذكرت لي الرقم، من أصل كم العدد الإجمالي المتوقع أن يسجلوا للانتخابات؟ يا سيدي، العدد الإجمالي المسجل عندنا حوالي 3,100,000. طبعا هنا يعني نسبة التسجيل كما ترى، لما نسجل 1,228,000 من أصل 3,000,000، نسبة عالية جدا، لأن هناك مجموعة من المغتربين حقيقة لم يسجلوا. وكما تعلم نحن نتوقع في هذا اليوم أن نتجاوز إن شاء الله 1,250,000 أو أكثر كما ترى الجمهور في هذه الصالة. نتحدث عن اليوم، اليوم هو اليوم آخر يوم في عملية التسجيل، هل هناك تمديد لساعات الدوام أم هي كما هي ستبقى؟ يا أخي العزيز، نحن بدأنا التسجيل بتاريخ 7/8/2012، وفي هذا اليوم 15 الشهر آخر يوم للتسجيل. طبعا آخر ساعة ستكون الساعة 7 مساء، لأنه هذا يعني بحكمنا فيها قانون وتعليمات الهيئة. إذا الهيئة أوعزت لنا أن نمدد ساعات الدوام فسنقوم بتمديد ساعات الدوام، وإذا لم نتلقى أي تعليمات من الهيئة سنوقف استلام البطاقات الساعة 7 فقط. نعم أستاذ راشد، يعني ممكن أن تطلعنا على الرقم المسجلين في دائرة العاصمة عمان تحديدا، أو نسبة المسجلين في عمان؟ يا أخي، نسبة حقيقة التسجيل في العاصمة يعني أعلى شيء بالمحافظات، فنسبة عالية جدا والحمد لله. نعم. في هناك ملاحظات عند بعض الأخوة المواطنين أنه ذهب للحصول على بطاقة انتخابية فوجد إصداء أن البطاقة الانتخابية مصدرة من أي شخص آخر، فكيف ممكن أنه يتعامل المواطن في هذه الحالة تحديدا؟ الصحيح يعني في كثير من المواطنين براجعنا أو براجع دائرة الأحوال المدنية مكاتبها المنتشرة في المملكة من أجل الحصول على البطاقة الانتخابية، فيفاجأ المواطن بأنه له بطاقة. عندما يسأل الموظف ويرجع إلى شاشة الكمبيوتر فيقول له الموظف أنت حاصل على بطاقة. كما تعرف أن تعليمات الهيئة للحصول على البطاقة الانتخابية كانت موسعة، في البداية كانت مقتصرة على أحد أفراد الأسرة، فتوسعت إلى الدرجة الأولى والثانية حقيقة. فمعظم الناس عندما يراجعني أنا شخصيا وأتأكد من الحقيقة، فيجد أنه هذا المواطن ممكن حاصل له أخوه أو ابن أخوه أو جده أو جدته أو شقيقه أو شقيقته، وهو لا علم له بذلك. فنحن على استعداد كامل لحل أي مشكلة بتواجه أي مواطن ومش حاصل على بطاقته، لأنه الطلبات الإشعار بالاستلام للبطاقات الانتخابية جميعها موجودة لدينا ومؤرشفة حاسوبيا. فأي مواطن يعني أستاذ راشد، اسمح لي على المقاطعة، ولكن أيضا هناك ملاحظات في وجود أعداد يعني من المرشحين من يرغبون بالترشح للمجلس النيابي بتسجيل جماعي وعمليات تسجيل، وهناك أنباء وأيضا راصد للمراقبة على يعني عملية التسجيل أصدر تقرير انتقد فيه بعض يعني الإجراءات التي تقوم فيها الهيئة وأيضا دائرة الأحوال في تنفيذ عملية التسجيل. كيف ممكن التعامل وكيف تعاملتم مع عمليات التسجيل الجماعي؟ يا سيدي، أكيد يعني إحنا في هذه الدائرة واجهتنا عدة مشاكل، منها محاولة التسجيل الجماعي،
ولكن هناك حقيقة بالنسبة للراصد على سبيل المثال يكون جالس في هذا المكتب في مكتب الرئيس هنا ويوجد لدينا مراكز استقبال يدوي، فالموظف الموجود في مركز الاستقبال اليدوي يستقبل مثلا على سبيل المثال 200 طلب، فيحضر إلى هنا من أجل طباعة هذه الطلبات وإعدادها حتى في اليوم الثاني يسلمها إلى أصحابها، فيرى الراصد هذا المواطن أو الموظف بيده مغلف فيه مثلا طلبات عديدة 200 أو 300 أو 400 أحيانا، فيفكر إنه هذا يعني مش بطاقات انتخابية هذه بس عبارة عن طلبات يعني قبلت بطريقة رسمية في المراكز في مراكزنا التي تستقبل يدوي، فالراصد أحيانا لا يميز بين الموظف والمراجع، فيفكر يعني كثير من الذين يرصدون هنا وجالسين يأتوا ويقول فلان بيده مغلف موجود به مثلا على سبيل المثال طلبات عديدة. أنت بتشكك في موضوع أنه حصول هناك عمليات تسجيل جماعي للحصول على بطاقة؟ يوجد لدينا نهائيا ومعمم على جميع الموظفين في جميع مكاتبنا بعدم الاستقبال جماعي، لأنه حقيقة هاي شغلة خطيرة جدا يعني وتؤدي إلى فساد جدول الناخبين برأيي أنا، فهذا شيء مستحيل جدا. وبعض أيضا من الراصدين في دائرة الأحوال المدنية والموجودين يعني على سبيل المثال أنا ممكن أجي أقدم إلي ولأخواني وجميع أفراد أسرتي يتجاوز العدد 50، بفكر الراصد أني يعني بعمل لناس ثانيين، لأنه كما أسلفت قبل قليل نعم انه الدرجه الاولى تسمح بتسجيل يعني الاقارب، اي مواطن اردني اعتقد مش اقل من 15 الى 20 فرد يستحق الانتخابات في اي عائله كانت. نشكرك استاذ راشد يعني على هذا التوضيح، وخلينا نرجع لزميلتنا نسرين بالاستوديو. نسرين يبدو لديك سؤال توجهيه للاستاذ راشد. نعم الحقيقه يعني حابين نحكي بصراحه شوي مع الاستاذ راشد عن اهم الاشكاليات اللي واجهوها خلال فتره التسجيل، يعني شو لاحظوا في مشاكل ان كان من قبل الاداء بشكل عام في المكاتب او من قبل المواطنين، واذا بنقدر ناخذ كمان عشوائيا كم من مواطن نشوف رايهم بالمعاملة بشكل عام في المنطقة، كتير بكون ممنونة. نعم نسرين بالتأكيد رح نلتقي عدد من المواطنين، ولكن السؤال أستاذ راشد يعني بالإضافة للإشكاليات اللي ذكرناها بخصوص عمليات التسجيل الجماعي وكيف حاولتوا أنكم تمنعوها، شو هي الإشكاليات الأخرى اللي واجهتكم في خلال عملية التسجيل؟ أكيد هي يعني كانت مثلا على سبيل المثال نقل دوائر انتخابية من مكان إلى مكان آخر، يعني إحنا حقيقة واجهنا مشكلة كبيرة وخاصة من الذين يدعون بأنهم متنفذين في هذا البلد سواء كانوا نواب سابقين أو وزراء أو وجهاء، يعني حاولوا كثيرا أنهم يخترقوا تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات وأنهم ينقلوا دوائر انتخابية، فقامت دائرة الأحوال المدنية وكما يعني قرأ الجميع على الصحافة والإعلام مع بالتعاون مع الهيئة في اكتشاف يعني حالتين عندنا. بعد الاكتشاف يعني تم محاسبتهم تم نعم تحويلهم لجهات القضاء؟ نعم تم محاسبتهم وتمت الهيئة بتحويل بعض خلينا نقول الموظفين إلى القضاء. نعم ونحن أيضا هنا بتوجيهات عطوفة المدير العام تم تشكيل لجنة من الرقابة والتفتيش وبرئاستي للتحقيق مع هؤلاء، وتم توجيه عقوبات لكل من أذنب أو فكر يذنب في هذه الدائرة. طبيعة العقوبات يعني ممكن في حد أعلى أو حد أدنى للعقوبة؟ نعم هناك يعني بعض من الموظفين حصلوا على عقوبات مثلا عقوبة الإنذار ومنهم حسم علاوته لمدة سنة. يعني يوجد في نظام الخدمة المدنية عقوبات متعددة، فنحن أي موظف سوى أخطأ عندنا لا نقصر في حقه باتخاذ الإجراءات التأديبية له. نشكرك أستاذ راشد، شكرا لك مساعد مدير دائرة الأحوال المدنية في عمان، شكرا لك. حياك الله ونشكركم على جهودكم ونتمنى لكم التوفيق جميعا. ابقي معنا نسرين، يعني حابين نستطلع بعض آراء الأخوة المواطنين اللي راغبين بالتسجيل صراحة. يعني صباح الخير. صباح الخير، تعرف عليك. أهلا صباح الخير. بدي أغلبك بس ممكن هون
أختي أنت جاي تسجلي؟ كيف شايف الإجراءات؟ شو في عندك يعني ملاحظات على عملية التسجيل؟ والله ما فيش ملاحظات، أنا لسه قبل شوي إجيت أول مرة لسه باجي، ما يعني ما بعرف لسه شو راح يصير. نعم، شكرا لك. طب خلينا نلتقي أيضا عدد من الإخوة المواطنين. صباح الخير، نتعرف عليك. أنا أحمد شطناوي. بس هيك وجهك على الكاميرا إذا قلبك لهون. أحمد شطناوي. أخ أحمد، يعني تحكي لنا أنت جاي تسجل اليوم في الانتخابات؟ والله تقريبا. تقريبا يعني راجع عشان بطاقة انتخابية. طيب شو في ملاحظات عندك بخصوص عملية التسجيل؟ والله ما شاء الله عملية التسجيل ما شاء الله فعالة، هاي أول شيء. شغلة ثانية، عملية البطاقة يعني عملية أخذ البطاقة عملية سهلة كثير، والجماعة هم متعاونين معها بشكل مش طبيعي. طيب سمعت مثلا عن ملاحظات أو شاهدت أي بعض ملاحظات من بعض الإخوة المواطنين أو زملائك أو أقاربك؟ لا لا لا، كل شيء يعني كل شيء وضع طبيعي جدا، يعني عملية انتخابية سليمة 100%. عملية تسجيل الانتخابات سهلة كثير وشفافة، ماشي، ما في أي ملاحظات نهائية. شو الرسالة اللي بتوجهها لكل يعني المواطنين حاليا؟ وجه انهم يعني يسارعوا للمراكز الانتخابية وقت العملية الانتخابية، ماشي، أساس يختاروا النائب الفعال اللي يساعدهم يعني بالواجه التحديات. تعرف انه اليوم آخر يوم عملية التسجيل؟ آخر يوم. بعرف. نعم. بعرف. شكرا لك، نتمنى لك. هلا فيك. صباح الخير، نتعرف عليك. مهند أبو شتية، حياك. أخ مهند، أنت جاي تسجل في الانتخابات؟ نعم، جاي أستلم البطاقة الانتخابية. والله إمتى سجلت؟ سجلت قبل يومين. طب ليش ما أخذتهاش قبل يومين؟ والله أنا يعني لأنه كان في دور كثير وكان في يعني اكتظاظ على العملية الانتخابية، فأنا اضطريت أنه أرجع بعد يومين. طب شو ملاحظاتك على عملية التسجيل بشكل عام؟ والله عملية التسجيل يعني هي الإجراءات كويسة، بس كان في شوية بطء يعني في تقديم المعاملة، لأنه يعني موظفين أو الثلاث يعني ما بكفوا. أمبارح كان في يعني تقريبا يكون 1000 شخص، يعني لازم يكون يعني عدد أكبر من الموظفين. يعني من أي دائرة أنت سجلت؟ أنا الدائرة الأولى في العاصمة عمان. العاصمة عمان. نعم. طيب في سمعت أي ملاحظات أو شكاوى أو حدا يعني من أقاربك أو زملائك أصدقائك اشتكى عن عملية التسجيل؟ لا والله ما في أي مشاكل، يعني بس هي عملية يعني أنه كان في ضغط كبير يعني على العملية الانتخابية. والرسالة اللي توجهها للمواطنين حاليا؟ والله إن شاء الله يعني أنه الكل يعني يبادر للانتخاب، لأنه العملية الانتخابية هاي إن شاء الله أنها راح تكون يعني ترضي جميع الأطراف إن شاء الله. نعم. شكرا لك، نتمنى لك. الله حياك. يعني ما زلنا يعني نستعرض اراء المواطنين. يعني في احد الاخوه، صباح الخير، نتعرف عليه. يا هلا بك، الله يسعدك. اهلا، اسم حضرتك؟ اياد الحانوتي. اخي اياد، انت جاي تسجل في الانتخابات؟ والله انا سجلت من امبارح وجاي استلمها اليوم. نعم، يعني اليوم جاي تستلمها. طب ليش تاخرت لغايه امبارح مثلا؟ والله امبارح كان في ضغط كثير هون على الدائره. لا مش تاخرت، ليش استلمت البطاقه؟ انا بسالك ليش لغايه امبارح لجيت سجلت، يعني ما سجلت في فترة قبل هيك، قبل يعني تقريبا شهر؟ انه كان يعني في فترة كثير للانتخابات، يعني بدري عليها انه نطلع البطاقة يعني. بس يعني سجلت بس إلك لوحدك، مش حدا من العائلة مثلا او قارب؟ سجلوا هم في البريد يعني، وانا جاي اسجل هون. طيب وكيف شفت لنا الاجراء؟ والله امبارح يعني تقريبا من الساعة 12 للساعة 3:30 لما خلصت، وما استلمتهاش لسه يعني كمان. ان شاء الله بتستلمها. طيب شو الرسالة اللي بتوجهها للمواطنين؟ ان شاء الله يكون كل شيء يعني لمصلحة المواطن يعني. شكرا لك. شكرا. يعني بنشاهد انه الاخوه المواطنين الجميع بياكد انه التسجيل لعمليه الانتخاب هو ضروري جدا، ولكن هناك يعني نظرا للاكتظاظ والاقبال المتزايد على عمليه التسجيل هناك تاخر في صرف البطاقه الانتخابيه، ولكن الدعوه العامه بشكل عام انه لكل المواطنين ضروره التسجيل المشاركه في الانتخابات النيابيه القادمه للوصول الى مجلس نواب يمثل الشعب وفق ما يريد الشعب. بكل تأكيد نسرين. نعم، يعني الحقيقة جولة صباحية رائعة ومفيدة أيمن بدائرة الأحوال المدنية في طارق طبربور. الحقيقة أنا كنت يعني بقول يمكن نستغل فرصة وجودكم هناك ونتابع مع كم من مواطن كمان ما زال معنا وقت، يعني إذا بتحب يا ريت أيمن. نعم نسرين، في كل تأكيد راح نلتقي يعني كمان عدد أخوة من المواطنين. يمكن في عندنا الأخ المواطن هون عنده معاملة. صباح الخير. يعني يبدو أنه مشغول شوي، يعني خلينا نلتقي كمان أحد الأخوة. صباح الخير، نتعرف عليك. أمجد البكرات. أخ أمجد، أنت جاي تسجل في الانتخابات؟ أكيد. للعائلة؟ أكيد إلي ولعائلتي. طيب كيف شايف الإجراءات تحديدا، أو لسه ما توجهتش للشباك؟ ما توجهت للشباك.
طيب بس لحد الآن تمام يعني. قديش صار لك جاي هون؟ تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. قديش الرقم عندك؟ 363. كم موظف قدامك؟ تقريبا 40 يعني. يعني بتتوقع قديش راح تستغرق وقت اليوم؟ ممكن ساعة. بالتوفيق إن شاء الله. والرسالة حابين نسمع منك، رسالة توجهها للمواطنين. والله أي ما ليش تأخر لآخر يوم يقدم الانتخابات، لأنه حق شرعي هذا للكل، وإحنا بدنا نحدد مصيرنا بالشغلة هاي. طب ليش تأخرت لغاية اليوم؟ والله كنت أفكر يعني. يعني يحكي لنا إيش كان يفكر، ليش متردد بالضبط؟ طب شو اللي خلاك تشارك؟ والله كنت أحضر التلفزيون وتشجعت وطلعت اليوم معطل يعني. يعني ما يعني كنت ما فيش عندك وقت إنك تيجي تسجل، أو ما كان عندك فكرة إنك تشارك في الانتخابات؟ ما كان في وقت والله بس. طيب شكرا لك. بكل تأكيد يعني الأخ المواطن كان يفكر أنه يشارك أو ما يشارك، بالإضافة أنه ما في عنده وقت، ولكن هيو توجه للحصول على البطاقة الانتخابية. صباح الخير، تعرف عليك. خير، هاي نطحان. تحكي لنا شو ملاحظاتك عملية التسجيل؟ والله لكل التسجيل بالأمور بتتم عادي يعني. نعم. بس الإنجاز هم من كثرة الناس بيتأخروا شوي يعني. يعني أنت انتقادك الوحيد أنه مثلا في أعداد كبيرة من المواطنين بتسجل، وأنه الطاقم غير كافي كان، لكن اليوم آخر يوم في التسجيل، بتعرف أنه اليوم آخر يوم؟ أنا عملت بطاقاتي من زمان من البداية، الآن بطاقة ابني وزوجته وعم بعمل فيها الآن. طب ليش متأخر لغاية اليوم؟ وكانوا مسافرين. كانوا مسافرين، الحمد لله على سلامتهم. طب الرسالة توجهها للمواطنين في هذا الصباح؟ والله أنا بشجع الناس أنها تعمل بطاقات الانتخاب، لأنه هاي كويسة لهم وبكونوا مواطنين صالحين للوطن. طبعا. نعم، شكرا لك، ملك التوفيق. يعني بنلاحظ انه كل المواطنين متوجهين اليوم الى دائره الاحوال المدنيه للتسجيل في الانتخابات. بكل تاكيد اليوم هو بنذكر مره اخرى انه لغايه الساعه 7 مساء هو اخر يوم في عمليه التسجيل، واخر ساعه هي الساعه 7 مساء في عمليه التسجيل والحصول على البطاقه الانتخابيه. ندعو الاخوه المواطنين الى المشاركه في هذه الانتخابات والحصول على البطاقه الانتخابيه. صحيح. اذا رساله من عندك وبننقلها من استوديوهاتنا في رؤيا احنا بالمقابل للمواطنين اللي عم بيشوفونا هلا واللي لسه ما استلم بطاقته الانتخابيه وما سجل، ندعوكم لانه اكيد تتوجهوا الى مكاتب دائره الاحوال المدنيه الرسميه الموزعه في مختلف مناطق الأردن والتسجيل واستلام بطاقتكم، لأنه بالنهاية هذا حق لكم بالانتخاب للنائب الأصلح لتمثيلكم. اليوم اليوم الأخير، وزي ما ذكر زميلي أيمن الساعة 7 رح تغلق المكاتب، فبندعوكم للتوجه لاستلام بطاقتكم الانتخابية والتسجيل.